يا سيدي كل سنة طيبين. هي أولا طبعا كما يقول وجود موجود يعني، ولكن الأسعار تعتبر معقولة يعني في الوقت الحاضر يعني. وأجواء رمضان طبعا ما هو شهر يعني كما يقولوا برزقة يعني، عرفته الناس شابقة من رمضان، لكن رمضان برزقة راه، عمره ما كان شهر رمضان يعني عبوة يعني. أسعارنا مناسبة للجميع طبعا، ونساعده حتى اللي ما عندهش نعطوا فيه يعني، واللي عنده ياخذ واللي ما عندهش ياخذ، وشهر مبارك وإن شاء الله ربي يوفق إن شاء الله. كلمني فرجاني قال لي نشب